عددهم الكبير تسبب في تمييع الموعد الانتخابي، سيما أن النصوص القانونية الموجودة تكفل هذا الحق. درباهل طالب بضرورة تعديل هذه النصوص مما سيؤثر أكثر عملية الترشح. واحد حاب ياكل ستاك، واحد حاب مش عارف. انا تبعت حتى انا في الانترنت شويه في المسائل هذه. لا استطيع ان اقيد جزائري في انه يترشح وينتخب، لكن اذا كان تبين من التطبيقات أن هذا الامر لا يؤخذ بالجديه المأموله اللي تعمليها انت وانا وكل الجزائريين، هذا النص يمكن ان يعدل. اذا كان اغلبيه الجزائريين شافوا باللي الانتخابات من اجل ان تعطى قيمتها السياسيه والثقل نتاعها يجب ان تعدل، تتعدل. يقول لي المسألة هذه بسيطة جدا لأن الشعور واضح والقانون واضح تماما، يعني بالمناسبة ما يشكل حتى إشكال. نائب رئيس المجلس الدستوري بعد وفاة سي مراد رحمة الله عليه يجمع الأعضاء ويدير إشعار لفخامة الرئيس على الشعور، والرئيس ملزم في 15 يوم أن يسد هذا الفرع. دونك الموضوع مازلنا في الأجال تماما، ما كانش خوف على السير العادي